كلمة رئيس الجمهورية برهم صالح في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 75. إلى هناك تأثيره المدمر على اقتصاديات الدول وتعطيل إرادة الشعوب في التقدم والبناء. السيد الرئيس، يجب أن نقف عند جرائم الإبادة وسلسلة المجازر التي حصلت بحق الإيزيديين في بلدنا، والتي كانت تهدف إلى إنهاء وجودهم. الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي الوقوف ومساعدة العراق على منع تكرار هذه الجرائم. قبل أيام كنت في اجتماع مع مواطنات إيزيديات وتركمان شيعة وشبك، أتيحت لهن النجاة من وحشية الإرهاب ومن فظاعة ما لقينا من جرائمه، واستمعت إلى المعاناة المؤلمة التي ما زالت مستمرة بالرغم من مرور أكثر من 3 سنوات على تحرير المدن بالكامل. فإن هؤلاء السيدات ما زلنا يعشن المعاناة النفسية والجسدية من جراء ما حدث لهن من إبادة وتهجير وتعذيب نفسي وجسدي، كما ما زلنا يعيشن في المخيمات. علينا العمل من أجل إعادة النازحين والمهجرين لمدنهم وقراهم، وبكل ما يتطلب ذلك من جهود. وهذا يتطلب أيضا من الأصدقاء والمنظمة الدولية موقفا ساندا لإمكاناتنا وجهودنا. سيادة الرئيس، العراق محمل بتركات أكثر من 40 عاما من الحروب والمعاناة والحصار واستباحة الإرهاب، وقد عانى هذا العام كما هو الحال مع بقية الدول من انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية من جراء محنة كورونا. كان لهذا الانهيار المتزامن مع الوباء أثره الخطير، حيث وضعنا فجأة أمام تحديات جسيمة. ولقد مر قرابة عام منذ أن شهد العراق حراكا شعبيا نابعا من الرغبة بإحداث تغيير في البلاد يناسب طموحات العراقيين جميعا. هذا الحراك يشمل نقاشا حيا حول أسس الدولة وكيفية إدارتها وحقوق شعبها. لقد انطلق مسار الإصلاح في البلاد، ولكنه يحتاج إلى وقت وإلى جهود حثيثة ليجلب النتائج المرجوة. الخطوات التي اتخذناها في هذا المسار تشير إلى إمكانية إحداث التغيير السلمي والدستوري بعيدا عن العنف، وهذا ما يريده العراقيون. في غمرة هذه الظروف تشكلت خلال هذا العام حكومة جديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي، وذلك استجابة للحراك الشعبي الكبير المطالب بالإصلاح. أستطيع القول وفي ضوء تجربة ما بعد الاستبداد إن هناك إقرارا متناميا باستحالة استمرار الوضع القائم. العراقيون يتطلعون إلى عقد سياسي جديد يعالج الخلل البنيوي الكامن في منظومة الحكم ما بعد 2003، ويضمن لهم حكما رشيدا. واستجابة للإرادة الشعبية، فأن أمام الحكومة مسؤوليات كبيرة تتمثل في جانبها الأساس بإجراء الإصلاحات الهيكلية السياسية والاقتصادية والإدارية، وهذا ما يتطلب مكافحة الفساد والمفسدين الذين يشكلون الوجه الآخر للإرهاب. ومن المهام الأساسية للحكومة أيضا العمل على إجراء انتخابات مبكرة في العام القادم، نزيهة وشفافة وفق قانون جديد وبتمثيل أعدل وأشمل، وذلك إيفاء للحراك الشعبي الوطني الساعي لترسيخ الديمقراطية وتحقيق التطلع المشروع للعراقيين
في حياة حرة وكريمة، ولكي تكون لهم في بلدهم السلطة والكلمة العليا، وتكون الحكومة منبثقة منهم وترعى مصالحهم وتسعى لتحقيق طموحاتهم. كما تجد الحكومة أنها مطالبة أيضا بموجب هذا بعمل آخر لا يقل أهمية، وهو حصر السلاح بيد الدولة ومنع حيازته أو استخدامه خارج إطار القانون ومؤسسات الدولة، وكذلك التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين وأفراد القوات الأمنية. فمواجهة الجماعات الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت هو صراع الدولة مع قوى الفوضى والتطرف، ويقينا ليس بالمهمة اليسيرة، لكنه واجب التحقيق إذا أردنا السلم المجتمعي لبلدنا، وإذا أردنا أن يكون العراق سيد نفسه. البيان الأخير للمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني الصادر بعد استقبال سماحته ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق عبر بوضوح عن هذه المهمات اللازمة لإصلاح مسار العملية السياسية الجارية في البلد وتنظيفها مما شابها من فساد وضعف. وفي هذا السياق فأننا نتطلع إلى مساعدة الأمم المتحدة للتنسيق مع مفوضية الانتخابات وتوفير الدعم الفني والرقابي لضمان نزاهة الانتخابات ومنع التلاعب والتزوير والابتزاز والتأثير على حرية الفرد واختياره الانتخابي. سيادة الرئيس، مشروعنا الوطني هو ترسيخ الدولة المقتدرة والقادرة على فرض القانون والمتمكنة من الإيفاء بحقوق مواطنيها. لا نريد أن يكون العراق ساحة للصراعات ولتصفية حسابات الآخرين على أرضه. يكفي العراق ما مر به من الحروب والحصار والإرهاب وانتهاك السيادة. العراق المستقل ذات السيادة سيكون نقطة التقاء المصالح المشتركة للشعوب وبلدان المنطقة، ومنطلقا لمنظومة إقليمية قائمة على أساس التعاون الاقتصادي والأمن المشترك في مواجهة الإرهاب والتطرف. نتطلع إلى دعم فاعل من جيراننا ومن المجتمع الدولي لهذا المشروع الوطني، والذي سيكون له تبعات كبيرة ومؤثرة على مستقبل العراق والمنطقة بل والعالم. وفي هذا الإطار يؤكد العراق موقفه بضرورة حل للقضية الفلسطينية وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، وهذا ما يساعد في استقرار المنطقة والعالم. سيداتي سادتي، أستذكر هنا شهداءنا الذين ضحوا من أجل الحرية وفي مواجهة الإرهاب. أحيي شبابنا الذين يثبتون في كل يوم إصرارهم وإرادتهم الصلبة في تحقيق الحياة الحرة الكريمة، حيث ننظر بتفاؤل نحو المستقبل من خلال تطلع شبابنا وعزمهم على إكمال مسيرة الحرية وفرض القانون وسيادته وتحقيق العدالة. درود بوجياني شهيداني ريغاي آزادي وروبا روبو نوي كيرور صلاو بوغنجا كانمان كسورن لسر بدي حيناني جياني شي آزادو خوش گزران لچاوي گشي اوانوا آينده آزادي و چسباندني حكمي يا ساودات پروري بدي دكين.